عايز اقول لحضراتكم ان يستمر الاستعداد، لان خلاص شرم الشيخ خلال ايام هتستقبل الكوب او القمة 27 لقمة المناخ 27. اولا اسمحوا لي قبل ما اتكلم عن الاخبار بجد، اسمحوا لي اشكر كل القائمين على التنظيم، اسمحوا لي اشكر كل الوزراء وكل المسؤولين اللي تعبوا علشان مصر تستقبل هذه القمة، اسمحوا لي اشكر كل الشباب اللي نزل يشتغل في شرم الشيخ واللي نزل يشتغل على الانترنت واللي نزل يشتغل على الويب سايت علشان مصر تستضيف هذه القمة. انتم تتحدثون على اكبر تجمع بعد الامم المتحدة لزعماء في العالم، يعني لو انت جايب في الامم، بل على العكس يمكن هم هيكونوا اكثر حرصا على الحضور في شرم الشيخ على حضورهم في الجمعية العامة للامم المتحدة اللي بتحصل كل سبتمبر، لان هو يعلم جيدا انه ممكن يرسل اليها ناس. انما هذه القمة تكتسب الكثير والكثير من الاهمية، كل الشغل اللي اتعمل لبلدنا، كل الشغل اللي اتعمل في بلدنا، كل ما يمكن ان تتخيلوه، انا بشكر كل القائمين عليه اللي بتحضروا له بقالهم اكتر من سنة، ومن ضمنها ايضا طبعا الحكومة المصرية بكل الوزارات المختلفة. النهاردة رئيس الوزراء تفقد اخر في استعدادات الحكومة لاستضافة قمة المناخ، النهاردة كان في شرم الشيخ. وفي عندنا المنطقتين، على فكرة اكتر واحدة عرفت تشرح لي المنطقتين دول هي بنتي مريم. بنتي قعدت على الكمبيوتر وقعدة متابعة القمة زي ما يكون واحد من المشاركين في هذه القمة، وجابت لي الرسومات وجابت ده احنا عاملين شغل انا ما كنتش اتوقع ده. الشباب مهتم بهذه القمة لانها مستقبله. عايز اقول لكم ان المنطقة الخضراء واللي هيكون موجود فيها والمشاريع المطروحة فيها والتصميمات اللي معمولة فيها والخيام او المناطق المفتوحة اللي معمولة علشان استقبال الناس والافكار المختلفة دي حاجة يعني غير مسبوقة، مساحة واستعدادا وكل ما يمكن ان تتخيلوه. دي المنطقة الخضراء ودي حوالين المركز الدولي للمؤتمرات في شرم الشيخ. عندنا على الناحية التانية ايضا المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات، يعني دي منطقة خضراء ودي منطقة زرقاء. المنطقة الزرقاء دي اللي هيكون فيها ايه؟ الاجتماعات الرسميات والحواديت وكل ما يمكن ان تتخيلوه من نقاش ومناقشات وكل حاجة. زي ما حضراتكم شايفين الديكور خلص، الخلفيات المختلفة خلصت، اتفرجوا على البوثز او القطاعات المختلفة اللي بتعرض فيها سواء في المنطقة الخضراء او في المنطقة الزرقاء، هيقفوا فيها المتخصصين، طرح وجهات نظر، طرح مشروعات ناجحة، الشباب يتحدث، كل ما يمكن ان تتخيلوه من تحركات مختلفة وشركات بتقوم بدعم هذا المشروع او هذه الاستضافة العملاقة، كله جاهز علشان يستقبل وكله عامل استعداداته بشكل كبير جدا.